95 ايام عاطف عبيد، دخل هنا المهندس نجيب هو وجمال مبارك، نزلوا الشارع هنا بقى ينقي كده حته حته وبالضغط وبالقوه نشتريها منك برخص التراب، واخد جزء وساب جزء واخد جزء، لا في مرافق ولا مجاري ولا صرف صحي ولا ميه نظيفه وعيشه غير ادميه، وفي نفس الوقت بين هنا مساكن حكوميه مبنيه قدامنا سنه 65 وقدامي برج البان هنا 95. نجيب عايزها باي ثمن وباي وقت وباي باي سعر، وفي نفس الوقت الحكومه في صفه للاسف. ظلمنا في ايه؟ عشان حته ارض بتاع جدودنا، وحتى المحكمه وانا بقول اهو على الهوا لو حكمت ضدنا احنا ميتين في الارض دي، مش هنسيبها، دي ارض جدودنا وارض ابهاتنا. احنا هنا عايشين من ايام الجدود، احنا هنا ده ارضنا، ما عندناش حد مسجل الحمد لله رب العالمين. عندي والدتي هي لسه عايشه اهيت، ها مواليد 23 او 22 حاجه زي كده. دلوقتي ما تضحكش عليا، يرميني في جبل، ها ما يرمينيش في جبل ويقول لي ده البديل بتاعك لغايه اما ابني لك، لا انا عايز حاجه زي يعني انا هنا في وسط البلد، عايز اروح العتبه بروح، عايز اروح اسكندريه بروح، عايز اروح اسيوط بروح، ما عنديش المكان البديل اللي انا اقعد فيه عشان اخد امي ارميها في مستشفى ولا اي حاجه، مش هينفع. انا جبت لك كده بصراحه، وباء زباله حشرات بقى. انا حتى الهواء اللي بنشمه في ميكروب يا باشمهندس، الهواء اللي احنا بنشمه مش عايشين، احنا كده مش عايشين، واسم عايش على النيل يعني، عيب على حتى هو لسه مشروع 2050 دوت اللي بتاع جمال وعلاء مبارك، ما هو دي القصه اللي كانت مبنيه ان هو ياخد خط النيل ده كله يبني فنادق. طب ادينا حقنا يا عم، واحنا مستعدين نسيب لك الارض، ما تجيش تضحك عليا بملاليم وتقول لي اطلع بالقوه الجبريه وقوانين تطلع لحساب المستثمرين، ولسه برضه الحكومه بتندى للمستثمرين، بتنادي عايز تحمي المستثمرين، يعني ما جربوش 30 40 سنه من حسني ونظام حسني يرجع برضه الاخوان بتدور على المستثمرين والاستثمار. قبل الثوره ما خدناش حقنا، بعد الثوره الثوره كده ما كملتش، وفي ثوره الجياعه جايه غير 25 يناير، وانا بحذر مرسي وانديل، ثوره الجياعه دي لو قامت لا مرسي ولا الجيش ولا عنديل هيقدر يقف الثوره دي، هيطلع الفقير هياخد حقه بايده كده من الغني، غير الهليبه اللي طلع في 25 يناير، لا دول كانوا هليبه، لكن هتطلع دلوقتي ثوره الجياع. وبيع مش هنبيع، احنا هنطور وهندخل المحافظه، وحقنا ان احنا على الدوله كمحافظه اتطورنا. مولودين فيها زي الصباح كده، واحنا مولودين فيها 100 سنه متربيين فيها دي الحته دي، وكانت كلها دي بيوت كده، كلها كانت بيوت، جوزي ميت وابويا ميت وامي ماتت، كله راح بعد عنك. لا متجوز. ابن على بابا الله ارزاقي يعني. يوم في يوم ما فيش، يوم في يوم ما فيش، وهي ماشيه بيصلح مفاتيح. متجوز وعامل عمليتين في البيت. لا ماليش دعوه بحد. انا بحالي كده. طب ومين بيصرف عليك يا حاج؟ ربنا اللي بيصرف علي. بقالي 55 سنة هنا. ابني الكبير عنده 45 سنة. وابني الثاني عنده 43 سنة. أما كانوا بيبيعوا بس احنا الراجل بتاعنا الله يرحمه ما رضيش، قال لا. أنبهدل عيالنا فين؟ والسكنة غالية. دلوقتي ب 15,000 و 20,000. جالك مثلا نتكلم معاك؟ جت واحدة مع المدام كبيرة كده، ست كبيرة هي مع حماد ده. جاتني في رمضان وقالت لي احنا هنجيب لك علاج، هنديك حق العلاج. معايا 11 عيل. فازاي مثلا مكان زي ده هوت انا اسيبه كده وانا معايا 3 4 5 اسر في البيت، اسيبه كده ويقولوا لي بالسلامه بالسلامه؟ فما ينفعش. من حوالي 10 15 سنه جرى الراجل المستثمر ده هوت اشترى بعض من الاراضي، سواء اشتراها رخيص غالي الله سهل له. فطبعا جه الفتره ده هيت قال لك الارض دي بتاعتي والناس دي جت عليا، ازاي انا جاي عليه؟ وازاي جدي زارع شجرة زي دهيت بقالها آلاف السنين موجودة هنا وراسا أبا عن جد جد جدي؟ القرنص ده كان أيام الإنجليزي ما كانت مستوطنة في القاهرة أو في مصر بمعنى أصح. كان جدي جد أبويا كمان مش جد أنا،
كان متواجد هنا. الانجليز كان كنا كناش يعني نتعامل معاه، كانوا يعكسونا من فوق واحنا كنا نضربهم بالطوب. نكتب ليهم في بتاع الحلق السمك اللي عندنا السمك بتاعت ابو شخوم، كنا نيجي نضربهم بالطوب ونجري وراهم ويجري ورانا بال بعد ما نحمل برج ونقعد سنه و8 اشهر ناخد مرتبات عشان حملنا اقوى برج في مصر، ناخد بنبقى بسارك منه برضاه هو شخصيا. بوظرف الوظرف دي موجوده معانا، اللي بياخد 2000 واللي بياخد 3000 واللي بياخد 5 واللي بياخد 500 كانت ماشيه كده حوالي اكتر من 120 نفر. جه في الاخر يعني احنا بلطجيه وبتهجم ناخد منه اتاوى. الكلام ده غير صحيح وغير موثوق بالمره. شاب من عندنا بيطلب بحقه ان انا ما خدتش مرتبي. الضابط قال له ما تخشش المكان ده، كان جزاته ياخد له طلقه في ظهره ويموت كده في تيس. شفنا واحد مننا ميت، ايه رد فعلنا؟ ده من منطقتي، حتى لو الانسان ده وحش ده بني ادم ما يتعاقبش كده. وفين بوتوغارد وفين الناس اللي في الفندق على واحد مش قادرين عليه؟ عشان الضابط يطلع سلاحه يوصل لدرجه ان يديله طلقتين في ظهره، معنى كده ان هو ولد بقى يعني داخل عليكم بقالي، وهو لا كان معاه سلاح ولا كان معاه نيله. طبعا رد فعلنا كان سيء مننا للاسف، على قد عقليتنا ان واحد مات في تيس قدامنا كده. ثالث ايام يعدي من المشكله، الضباط تخش علينا البيوت واحنا نايمين في بيوتنا الساعه 5 الفجر، يعني نايم جنب مراته واللي جنب امه واللي جنب اخته ما بصوش القصه دي. لما جم في رمضان طبعا واحنا صايمين والناس صايمه الساعه 5 الصبح قاعدين نسرقكم نسرقنا، وجم يعني بالبيبان برجولهم خبطوا على البيبان دخلوا علينا وبنات البيوت نايمه لما تيجي تشكل، ومسكوا الواد، الواد بيعمل حته المصابه داخل جوه الشطه وخدوه فلنته ضربوه، وانا وقعنا على الارض ومغمغمين لابسين القناع، الواد نايم رجليه وجعاه دخل حاطط له الطبنجه في دماغه اللي كانوا بيضربونا بيها. ده يرضي مين؟ احنا مش مسلمين ووحدين بالله؟ يرضي مين ده اللي ضربونا في دول العيال الصغيرين تعمه والكبار تعمه ويحبس ولاد الناس ويقول لك ما انت اللي خليتهم بلطجيه بفلوسك، يعني شغلتهم، شغلت بتوع العشش وشغلت ده وخليتهم بفلوسك وترجع تقول بلطجيه لما تحبس تقول بلطجيه وتشهد عليهم ان دول بلطجيه. طب البيوت اللي اتكسرت دي، بيتزا اللي جنب ده كان فيه ناس مستحوا مش موجودين، كسروا القفل وكسروا الثلاجه اللي جوه والتلفزيون. ليه بقى؟ يبقى انتوا اساسا جايين ناويين نيه مش عقاب جماعي زي ما بيقولوا. جت حكومه خبطت عليكي. كسروا الباب، هم اللي بيكسروا الباب عليا وانا نايمه وهم خلونا اقوم اصوت بقى انا وليا ويشتموا فيا. سحبت عليا شالوني شباب زيكم من نص الفرق ودوني عند جماعه في الاخر اخر بلوك، قعدوني على الحجر من بره كده وعيله صغيره هناك جابت لي خل، يعني موجوده خلها تقول لك جابت لي خل وقالت لي اغسلي وشي يا ست ام جمال، وبقيت اغسل وشي بالخل لما بهدلونا. وفي الاخر خدوا 50 شاب هم بقالهم 17 في محاكمات ما عملوش حاجه. دي غلطتنا ان احنا ما سبناش البرج يولع. تمره 70 مليار جنيه ده، لو كنا سبناه ولع كنا على الاقل احنا استفدنا من الولعه بتاعته، كنا خدنا الخرده بتاعته استفدنا بيها، انما احنا ما رضيناش عشان دي في منطقتنا، ما نسمحش حد يتعدى كرامتنا. زي ما بيقولوا علينا الحكومه كده وقت احنا يعني بيئه، ورغم ان فينا ناس احسن من الحكومه اللي قاعده دلوقتي وانضف منهم. يعني عندي 50 سنه ما اتمسكتش تحري ولا هتمسك تحري عشان ماشي بما يرضي الله. احنا قاعدين في يعتبر في عشش، مش قاعدين في بيوت يعني 7 ادوار 8 ادوار. فين المجاري اللي هتخش لنا؟ فين ده احنا ناقصنا حاجات، احنا مش عايشين اصلا، واحنا عايشين احنا مدسين بالرجول. انا لا عايزه شقه ولا عايزه بيت ولا عايزه حاجه، بس دول لنا دخل لنا مجاري ودخل لنا ميه، ادي اللي احنا عايزينه وادينا راضيين بعيشتنا. انا عايز بس ان انا اقعد في مكان انا واولادي من غير مشاكل من غير اي حاجه بس، وانا اللي شايله الزباله دي كلها على دماغي تحت البيوت ديت اللي هو مهددها مخلصه الخراب. القاهره اسمها العاصمه، ما فيهاش مجاري ازاي وصرف صحه؟ يعني حكومه دي انهي دوله احنا عايشين؟ احنا كده مش عايشين في دوله، احنا بقى عايزين نعيش في وطن مش في دوله. واحنا اللي هنعمل وطن، احنا الجماعه، واحنا اللجنه الشعبيه هنا هنتكلم باسم الارض بتاعتنا، واحنا هنكسب الارض بتاعتنا بالقوه بالدراع، ده حقنا.
وهنبني هنا وهنقعد ومش هنمشي. بس كان المهندس نجيب او فهد الشبوكشي او اي مستثمر هيجي عايز الارض مننا يدينا في المتر 50,000 جنيه، ده التعويض الحقيقي للارض هنا. زي ما المحافظه بتبيع المستثمر، احنا كاهالي بنبيع المستثمر بالسعر ده، مش عاجبه يشيل ايده من الارض ويبعد عننا. يعني زي ما بيقول ربنا سبحانه وتعالى: كيف اخشى الفقر وانا عبد غني؟ انا غني بالله سبحانه وتعالى. من يوم الثوره انا ما فيش جنيه دخلني. انا راجل حداد كنت بشتغل ب 60 جنيه. دلوقتي ولا 60 لاقيني 60 قرش. من يوم الثوره. والحكايه بايظه معانا وربنا يستر وحسب الله ونعم الوكيل.